اليد مستر ديفيد ديفيز للحديث عن الفوز الكبير اللي حققه النهارده النادي الاهلي على نادي الزمالك في كره اليد. برحب بك طبعا يا كابتن ايمن وبكل ضيوفك الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا ببارك لك يا كابتن ايمن وببارك لكل جماهير النادي الاهلي فوز النادي الاهلي طبعا النهارده في مباراه الاهلي والزمالك طبعا في اخر جوله او اخر مباراه من الدور الاول لبطوله الدوري العام لكره اليد. كمان في هذه اللحظات طبعا المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي مستر ديفيد ديفيز. مستر ديفيد اوف كورس ليت مي ويلكم يو اون اور اهلي تي في شانل اند اوف كورس ليت مي تيل يو كونجراتوليشنز فور توديز match, a derby game between Al-Ahli and the Zamalek, of course, in the Egyptian League. How did you see today's match, especially in the last minutes? And also, how did you see the performance of all the players in the Al-Ahli team against the Zamalek? Yeah, of course, I'm satisfied only because we won, because the match was, for us, completely disaster. Today, we should play a better handball. Yeah, there were some moments that the team was more or less okay. The goalkeepers were good, but we didn't play as I expect that we should play this kind of matches. Of course, it's the first match against Zamalek, and the head always goes ahead of the body. But we should play better. It's my resume. Yeah. طبعا يا كابتن ايمن سالته على المباراه النهارده وسالته كمان يعني شايف ازاي اداء جميع لاعبي النادي الاهلي النهارده. هو طبعا قال ان هو مرتاح انه النهارده النادي الاهلي فاز في المباراه بغض النظر عن الاداء. هو غير راضي طبعا عن الاداء، كان متوقع ان يكون في اداء احسن من كده، يكون اداء اقوى من كده امام نادي الزمالك. يمكن كمان قال ان جميع اللعيبه وكمان حراس المرمى ادوا اداء جيد، ولكن كان متوقع اكتر من كده من جميع لاعبي النادي الاهلي. مستر ديفيد اوف كورس ليت مي اولسو اسك يو اباوت ذا بريبريشنز. از يو سيد ديربي جيمز against Zamalek, it has special preparations before the match. How did you prepare with all the players before the match? Yeah, we just had 2 days to prepare the match like any other match of the league, and to prepare these matches I think we need a little bit more time. Now when we're gonna, after the match of the cup match, we're gonna have enough time to prepare the match of the Super Cup of Egypt, and I will try to prepare it much better, and the team is better ready, but better prepared, and to play a better handball than what we did today. Also, before all the players, when they go to the camp for the national team, how you're going to also prepare for the Egyptian Cup? Yeah, well, the Egyptian Cup is before the national team, so we will prepare just, of course, to win. It's a title, and it's really important. All the domestic titles, we have to fight for them and give our maximum, and that's it. And then the players will go to national team, and I hope that the most of our players go there to enjoy with the national team, to enjoy the African Championship, and of course I will be there to support them, and that's it. But this is going to be after, and it's not part of my job. طبعا يا كابتن ايمن برضو سالته عن التحضيرات قبل مباراه اليوم. يمكن سالته اكيد ان مباراه الاهلي والزمالك بتكون مباراه الديربي بيكون ليها تحضيرات خاصه. يمكن قال فعلا كان في تحضيرات خاصه قبل المباراه، ولكن الوقت ما كانش كافي بالنسبه له، كان محتاج وقت اكتر من كده للتحضير للمباراه النهارده. كمان اتكلم مع طبعا على مع اللعيبه على اهميه المباراه، ان هي تعتبر مباريات ديربي ما بين الاهلي والزمالك، حتى لو المباراه مش هتاثر على مشوار النادي الاهلي في الدوري، ولكن المباراه تعتبر مهمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. وكمان اتكلم عن ان شاء الله انه بعد المباراه دي هيكون في معسكر لمنتخبنا الوطني طبعا استعدادا لبطوله افريقيا، واتكلم انه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله هتروح لمعسكر المنتخب، وان هو كمان هيتابعهم مع المنتخب، وهو يعني بيتمنى طبعا ان اللعيبه تستمتع مع المنتخب كاداء في جميع المباريات. ولكن طبعا اول ما هيرجعوا هيستعدوا بشكل كبير جدا، ويكون عندهم وقت كافي طبعا قبل مباراه الاهلي والزمالك مباراه السوبر المصري. مستر ديفيز اوف كورس ليت مي ثانك يو فور ذس انترفيو اند جود لك فور اول the next matches inshallah and of course the Egyptian Cup. Yeah, shukran, shukran. Good, then we're gonna need it. Thank you. كده طبعا كان لقائنا يا كابتن ايمن مع